لو أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة رحيم.
ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقطاهم علي، وسيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وسيد نساء أهل الجنة فاطمة، وسيد الشهداء حمزة رضي الله تعالى عنهم وعن جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تبادر ذنبا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واقتل أعداءك أعداءنا أعداء الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك هم الفاسقون.
يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.